لما صار الوباء انحجزوا أكثر من 200 ألف بحار على سفنهم في المياه على مستوى العالم. هذين ظلوا بالشهور ويمكن قبل الوباء بشهور مو قادرين يتواصلون مع عوائلهم، مو قادرين ينزلون من على سفنهم لأنه ما في، يعني أنا اليوم بنزله ما في طيارة توصل بلده، ما أقدر أجيب بديل عنه. كنا نبعث رسائل تطمين و رسائل دعم لهذا الجيش، احنا سميناه حتى طلعت في مبادرة من على مستوى الدولة اسمها دعم جيشنا الأزرق. هذا الجيش الأزرق هو اللي وقف ويا العالم كله لما صار الوباء وصارت المحنة.